اهلا بيكم مشاهدينا الوطن في كل مكان، وخدمه اخباريه جديده. وخلاص بنودع عام 2022 وبنستعد لاستقبال عام 2023. عشان كده نجوم كره القدم في العالم طبعا وابرزهم نجمنا المصري محمد صلاح عملوا احتفالات مختلفه بقدوم الكريسماس واقتراب نهايه عام 2022 واستقبال العام الجديد 2023، بالرغم من انشغال اللاعبين بالاستعداد لاستئناف الموسم طبعا بعد نهايه المونديال اللي تسبب في ايقاف معظم دوريات العالم لمده تصل الى 40 او 45 يوم في بعض الاماكن، وفي دوريات لسه هترجع في شهر يناير وربما في نهايه يناير زي الدوري الالماني. حابين نستعرض معاكم ابرز الاحتفالات اللي كان لابرز لاعبين او نجوم كره القدم خلال الساعات الاخيره. كان هنبدا من نجمنا المصري محمد صلاح، ونشر صوره من البيت مع زوجته ماجي وطبعا بنته مكه الكبيره وبنته الصغيره كيان، وخلفهم شجره الكريسماس. طبعا واضح اجواء عائليه لطيفه جدا جدا لمحمد صلاح واسرته، زوجته ماجي وبنته مكه وبنته الاخرى كيان زي ما احنا شايفين. ونشر هذه الصوره على حساباته الرسميه في تويتر وانستجرام، وطبعا حازت على اعجابات بالالاف لجماهيره، والناس طبعا معجبين بصلاح وتمنوا له في 2023 ان هو يحقق المزيد من الارقام القياسيه والمزيد من البطولات مع فريق ليفربول الانجليزي. طبعا صلاح السنه اللي فاتت ضاعت منه العديد من البطولات سواء مع منتخب مصر او مع النادي الانجليزي، ولكنه يظل واحد من افضل لاعبي العالم حتى هذه اللحظه. كان صلاح اخر ظهور ليه كان يوم الخميس اللي فات، مباراه ليفربول ومانشستر سيتي في دور ال 16 في كاس رابطه المحترفين الانجليزيه، واللي انتهت بفوز السيتي 3-2، ونجح محمد صلاح ان هو يسجل هدف فريق الريدز الثاني. ولكن طبعا هدف صلاح لم يكن كافيا عشان يخسر ليفربول ويودع البطوله من دور ال 16، لكنه بيستعد في نفس الوقت مباراه بكره مهمه جدا جدا مع استون فيلا الساعه 7:30 مساء يوم الاثنين ان شاء الله، مباراه مهمه لليفربول ومحمد صلاح. بالكلام عن ليفربول، نادي ليفربول ولاعبته كلهم احتفلوا برضو بقدوم اعياد الميلاد ونهايه عام 2022 واقتراب من العام الجديد 2023. زي ما احنا شايفين اللعيبه كلهم احتفلوا واقفين في الملعب بتاع الفريق وملعب التدريب ولابسين طاقية سانتا كلوز كلهم. كان حتى لو قربنا الصوره شويه هيبان اكتر اللاعبين هم لابسين الطواقي بتاع سانتا كلوز احتفالا بالعام الجديد. طبعا دي تقليد سنوي لفريق ليفربول، وكمان بيكون في بعض الاعمال الخيريه بعضها بيعلن وبعضها لا، بزياره بعض دول الايتام او الاماكن اللي بتحتاج اعانات خلال هذه الفتره من السنه. زي ما احنا شايفين برضو يورجن كلوب والجهاز الفني كله موجود برضو بيحتفل مع باقي اللاعبين. طبعا الصور دي غاب عنها داروين نونيز المهاجم الاوروجواياني مهاجم ليفربول، وبعض جماهير ليفربول قلقت ان نونيز يكون غايب يبقى مريض او حاجه وبالتالي هيفتقدوا الفريق خلال الفتره الجايه، وليفربول مش ناقص اصابات، بيعاني اصلا من اصابات كتيره جدا جدا من قبل كاس العالم، وبالتالي خافوا او قلقوا ان داروين نونيز مش موجود في الصوره. لكن نونيز نفسه غاب عن احتفالات ليفربول، لكنه نشر على حسابه الرسمي صوره ليه مع زوجته واولاده عشان الصوره يعني تزموله كده تطمن شويه جماهير ليفربول ان هو سليم ما عندوش اي مشكله، وفي نفس الوقت بيحتفل مع جماهير الريدز بقدوم العام الجديد. طبعا ده داروين نونيز، وزي ما انتم شايفين معاه اسرته. نروح من ليفربول ليونيل ميسي. طبعا ميسي ما حدش قده اليومين دول، خلاص حقق حلم حياته الكبير وهو الفوز بكاس العالم اللي جه قبل ايام قليله من نهايه عام 2022 عشان يكون افضل احتفال بالنسبه ليونيل ميسي. لكن اللي نشر الصوره هي زوجته انتونيلا ريكوزو ومعاهم الاولاد ومعاهم شجره الكريسماس عشان بيحتفلوا بالعام الجديد، وتمنى طبعا عام سعيد لكل المتابعين ليها ولزوجها ليونيل ميسي خلال الفتره اللي جايه. زي ما قلنا من شويه ميسي طبعا عاش افضل ايامه خلال هذه الفترة بعد الفوز بكأس العالم، وخد أفضل لاعب في البطولة كمان وسجل 7 أهداف، والهداف التاريخي للأرجنتين ب 13 هدف، أرقام قياسية بالجملة حققها ميسي في هذه البطولة، وكان فعلا هو أفضل لاعب في هذه البطولة ويستحق هذا اللقب سواء اللقب الفردي أو لقب كأس العالم اللي كان كل الناس كتير من محبي ميسي بيتمنوا له أن يكون ختام مشواره، ما ينفعش يبطل كورة من غير ما يكون خد كأس العالم وبالفعل حقق هذا الحلم. لكن بعض التقارير قالت ان ميسي حتى هذه اللحظه ما جالوش اي عروض للانتقال في الموسم الجديد غير من باريس سان جيرمان، وفقا لبعض الصحف الاسبانيه موندو توبرتيفو قالت ان ميسي قد يكمل مشواره في باريس سان جيرمان لان هو الوحيد اللي عرض عليه يمدد عقده لمده موسم كمان. هنشوف ونتابع هل ميسي هيكمل في باريس سان جيرمان ولا هيرجع تاني لبرشلونه زي ما كان في كلام كتير بيقول هذا الموضوع. نسيب ليونيل ميسي وبالكلام عن برشلونه وهل هيرجع ولا لا،
روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندي مهاجم نادي برشلونه برضه احتفل بالكريسماس وحرص ان هو يعني يعرض صورته مع زوجته واولاده وبرده وراهم شجره الكريسماس. واضح ان هي يعني صوره كلهم بنفس الطريقه تقريبا مع اختلاف بس الزينه او نوع الشجره، لكن هو نفس الفكره ان اللاعب مع اسرته واولاده بيحتفلوا بقدوم العام الجديد 2023 زي ما احنا شايفين ليفاندوفسكي وزوجته واولاده. وبرده تمنى عام جديد سعيد لكل الناس اللي بتتابعه وكل محبيه، وطبعا خاص بذكر نادي برشلونه وانه عايز يحقق معاه بطولات خلال العام الجديد. بنفس الفكره ونادي برشلونه النادي نشر فيديو ظريف جدا جدا احتفالا بقدوم العام الجديد زي ما احنا شايفين اللاعبين وبيشيلين معاهم اجراس، وزي عملوا زي فيديو طريف فيه لعبه بينهم وبين الجمهور من اللاعبين اللي يكونوا متواجدين في هذا الفيديو، وكانه احتفال لطيف بين لاعبي برشلونه وجمهورهم قبل قدوم العام الجديد. اكيد الفتره الجايه هيكون فيها صور اكتر واحتفالات اكتر كل ما نقرب من نهايه 2022 واقتراب عام 2023. حبينا نقول لكم ملخص سريع لابرز الاحتفالات اللي احتفل بها نجوم كره القدم في العالم، ابرز النجوم احتفالا بقدوم العام الجديد 2023. استنونا في خدمات اخباريه جديده خلال الساعات الجايه. كان معاكم عثمان ابراهيم، شكرا جزيلا لكم.